والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من مؤشرات حب الله أن تكون مدمن الذكر له. حب الله أجرى ذا هذا اللسان، وأقسم بجلال الله ما زاد حب الله في قلبك إلا تلذذت بذكره. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ومن أعظم النوافل سبق المفردون الذكر. ولذلك البعض منا أيها الأحباب ورده إذا ذكر الله في الصباح ذكره في المساء، وما بينهما شغل وغفلة. أخف أنواع العبادات وأقربها إلى رب الأرض والسماوات ذكر الله. لا تحتاج مؤونة، ما تحتاج تتوضأ، ما تحتاج تستقبل قبلة، ما تحتاج ظل، ما تحتاج شمس، ما تحتاج. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما شاء الله ما بقى شيء يا شيخ، واقف جالس منسدح، ما كلها ذكر. ولذلك إذا رأيت نفسك قليل الذكر قليل الذكر فاعلم بأن معين الحب في القلب ناقص. فإن القلوب فطرت على إذا أحبت شيئا أكثرت من ذكره. اللي يبيع في السيارات يتلذذ بالسيارات، هذه شاص وهذه مدري إيش مصبغة قدام وهذه مختلفة عن الموديل اللي قبلها بكذا. من أحب الغنم تكلم في أسعارها، من العقار يتكلم في أسعارها. اللي يحب الكرة دائما يحلل المباريات، وهو الله يبيعه ويحلله ما دروا عنه، لكن ضايع عمره ضايع عمره، لكنه يردد شيئا يحبه. وهكذا إذا كان حب الله في قلبك كان ذكره دائم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.